بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر. أوش قاعدة كديكيك باصيدكات، قاعدة مربوطة بويك جاري ويا خبري، خبري مبتدا في داخل دبي بوسري حالي بو يسونا جاري ويا مبتدا معناي الشرط لزمني خوي دقري جاء أو وقتي صحيح دبي كفي داخل بيبو بوسر خبركي صحيح دبيت البته واجبنيه وانيا دشكري في بوسر خبركي داخل نبي البته الصحيح حالتي هي كالصحيح حالتك باز دكيني دي جاري شرط بسي دلن شرط شرط وهو السببية الأول للثاني أو للحكم به. شرط أويك شت أولك ببيت السبب بوشت دوام أولك السبب بيت شت أولك السبب بيت بو وجود شت دوامك حالي بيسونا لا واقع دا لا واقع دا شت أولك سبب بيت بو وجود شت دوامك. وكو مثلا دلي إن كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. أجا الشمس طالع بيت عالم مضيئة. البتة أوا مثال نيبو مبتدا وخبرها. حالي بيا سونا أوا هر جملة كشرطية. وانيا الآن ليرا شتاء ولك كتلوع شمسة وان السبب بو روناك بوني عالم. وانيا روناك بوني عالم سبب نيبو تلوع شمس. تلوع شمس سبب بويك عالم روناك بيت. حالي بيا سونا ذا أوكا شتا أولكا سبب بيت بوجود شتا دوامكا حالي بو يسونا أو برهاني لمي بيدلن حالي بو يسونا و هر وكو شتا أولكا سبب دبي بوجود شتا دوامكا سبب بو علم بشتا دوامكش حالي بو يسونا سبب علم بشتا دوامكش أو للحكم به يان شرط أويك شتا أولك سبب نبي بو وجود شتي دوام بلكو سبب بيت بو حكم بشتا دوامك شتا أولك سبب بيت بو حكم بشتا دوامك وسبب بيت بو تصديق بشتا دوامك واني بلام سببي وجود شتا دوامك نبي بلكو لواني شتا دوامك سببي وجودي لواني دوامك سببي وجودي أولك بيت وكما سهره مثالي كينما نو برعكسي كينما وانيا مثلا بلي إن كان العالم مضيئا إن كان العالم مضيئا فالشمس طالعة حالي بيسونا ليرا وانكا روناك بوني عالم سبب بو وانكا سبب بو حكم بويك شمس طالعة حالي بيسونا أولك كروناك بوني عالما سبب بويك تصديق بيدابت بتلوع شمس وانيا بلام روناكي عالم روناك بوني عالم سبب نيبو وجودي تلوع شمس بلكو تلوع شمس سبب بويك عالم روناك بيت وانيا دواميك سبب بو وجودي أوليك وانيا بلام أوليك وانيا بوسيلي أوليك تصديق بدواميك بيداد بيت بس سبب بو حكم أوليك سبب بو حكم بدواميك وسبب بو تصديق بدواميك حالي بو يسونا كأوش بيدلن برهاني إني أو كشتك سببي تصديق شتا أوليك سببي تصديق بشتا دواميك بيت بلام سببي وجودكي نبي حالي بو يسونا او بيدلن برهاني اني بلكو لواني شتا دوامك سببي وجودي شتي اول بي وكو لو مثالي دا جا فلا يريد عليه نحو وما بكم من نعمة فمن الله حالي بو يسونا
فلا يرد عليه نحو وما بكم من نعمة فمن الله. كوابو بإشكال وارد نابت أو مثاليا وانيا نحوي أو آيتي بإشكال وارد نابت وانيا لسر كلامي مصنف حالي بيوتونا أخذ ساو بعضك هاتونا إشكالا وارد كردو بوصله وآيتي كتو أنا الآن لو آيتي دا ما بكم من نعمة فمن الله وانيا ما مبتدايا حالي بيوتونا ما بكم من نعمة بكمش يعني ما حصل بكم من نعمة من نعمة بياني ما يدكات حالي بيوسونا ما كأجا ما يموصوف بيت وانك بكم متعلقة بحصل دبتا صفات بو ماي أجرش ما يموصول بيت أو أختي دبتا صيلة بوي حالي بيوسونا دباشا الآن هو مبتدايا وانك فمن الله وان خبركشي كفمن الله خبركشي وانك بصر خبرك في داخل بوا وانا دحالك دا مبتداك معنى الشرط ناقيني حالي بيس وانا مبتداك معنى الشرط ناقيني حالي بيس وانا ثم بكم من نعمة يعني او نعمتي كالقل اي وداهيا او نعمتي كالقل اي وداهيا فمن الله وانيا صدور نعمتك لخداي رايا وان نعمتك لخداي راس صادر بوا حالي بيسونا دي باشا خو الان ليرا في بو سر خبرك داخل بوا بلا مبتداك معنى الشرط ناقيني بو شون خو دلا بويا معنى الشرط ناقيني شكو خو ليرا اولك سبب وجودي اشتا اولك سبب وجودي اشتا دوا مكانيا حالي بيسونا اشتا اولك تيا حصول نعمة بو ايما واني اشتدوا مكتيا صدور نعمة لخداي فمن الله يعني فصدر من الله دي باش اخو اشتا اولك السبب نيبو وجود اشتدوا حصول نعمة بو ايما سبب نيبو صدور نعمة لخداي حالي بو يسونا بوشي شخو كاري خداي سبب علتو انجيزينيا حالي بو يسونا او وانا كمساليك مربوط بعقيده دي ككاري خداي سبب انجيزي ناوي حالي بيسونا الان ليرخو اشتا اولك كحصول نعمه بو ايما او سبب نبو بويك نعمه لخداي صادر به حال بوشي شنكو صدور نعمه لخداي كاري خدايا كاري خدا سبب انجيزين يا اخو حالي بيسونا وانك تشاو انجيزه يعني سبب انجيزه يعني انجيزه كي كخدا خداي وادار كر به بكارك حالي بيسونا سبب انجيزه بو كاري خداي ني يعني انجيزه كي كخداي وادار كر به بكارك شو اصلا هيچ دگ نتواني خداي وادار بكا بكارك حالي بيسونا كوابو مبتدا كه معنى الشرط تدانيه چون شتا اولكا ونيا كهمن حصول نعمة بو إما أو سبب نيبو صدور نعمة لخداي بلكو اشتدو مك سبب بو اشتدو مك كصدور نعمة واني أو سبب بو وجود اشتا أولك كهمن حصول نعمة بو إما حالي بو يتونا يعني أو بو يدل مبتداك متضمني معنى الشرطنية چون بيوا الشرط أويك فقط اشتا أولك دب السبب بيت بو وجود اشتدو واني او بخوي وحالي بويدي حالي بيسونا دخولي رشتا اولكا سبب نيه بو وجود اشتي دوام كوابو دلم وانكا بويا كتويتي والا مبتداكا معنى الشرط ناقينت حالي بيسونا اماش دلم بابا مبتداكا معنى الشرط تيدايا حالي بيسونا اتولا معنى الشرط دروس حالي نبويا خوش شرط فقدا وانيه كشتا اولكا سبب بيت بو وجود اشتي دوام وانيه بلكو تشتا اولك سبب بيت بوجود اشتي دوام ياشتا اولك سبب بيت بو حكم با دوام يكا اوش هر شرطي في دلن ديوش ليرش وايا ليرش وانك اشتا اولك كحصول نعمة بو ايما وانيا سبب بو
حصولي شتا أولك كحصولي نعمة بو إما سبب بويك تصديق بيدا بيت بويك صدور نعمتك لخداي رايا وانا يعني وقتك أما دبيني النعمة بو ما حاصل بوا وانا لويرا أو دبيت السبب بويك تصديق بيدا بكين بويك نعمتك لخداي رايا صادر بوا وانا پس با اولك السبب نبيت بو وجودي دواميك بلام سبب بو بويك اعتقاد وباور وتصديق بيدا بدواميك كاوي صدور نعمة لخداي حالي بيتونا دباش اوش وبر شرطي دكوي اوش شرطي بيدالين حالي بيتونا كوابو اشكال بو آياتي وارد نابت وانيا بو آتي إشكال بسر كلامي مصنف وارد نابت كبوشي لو آتي دا وانك في بسر خبرك داخل بوا دا حالك دا مبتداك معنى شر ناقيني دلين معنى شر داقيني وانا بلام نوعي دوام لشرت كويج اويا شتا اولك سبب بيت بو تصديق بشتا دوامك حالي بو يسونا بلام سبب نيبو وجودي شتا دوامك جاء فيشبه المبتدأ الشرط في سببيته للخبر سببية الشرط للجزاء باشا بوشي أجر مبتدأك معنى الشرط بجينت أو وقتي في بوسر خبرك داخل دبي حالي بيتونا ولا فيشبه المبتدأ الشرط بوية في داخل دبيت بخاطري اويكا مبتدايكا شباهت بالشرط بيدادكاد مبتدايكا اگر معناي الشرطي دا زمني خوي قلت له معناي الشرط بقينت شباهت بالشرط بيدادكاد لوداكا او مبتدايا سبب بو خبركي خوي حالي بيسونا لوداكا سبب دبي بو خبركي خوي بچه جوريك سببية الشرط للجزاء وكو چون فعل الشرط سبب بو جزاء الشرط حالي بيوتونا هر بخاطري وشايدي دي باشا وكو چون فعل الشرط سبب بو جزاء الشرط خوي وزور جاران في داخل لبو سر جزايا مبتداش اگر معناي الشرط بجينت او وقتي سبب دبي بو خبرك يخوي كوابو هر وكو في بو سر جزاء داخل دبيت درست في بو سر خبركش داخل بكري حالي بو يسونا جا فيصح دخول الفاء في الخبر ويصح عدم دخوله فيه نظرا الى مجرد تضمن المبتدأ معنى الشرط او وقتي اگر مبتداك معنى الشرط بقينت او وقتي واجب نيه بلام درستك في بوسر خبرك داخل بيت چون وقتي مبتدا وخبرك وكو شرط جزاء ليدي واني وكو سون شرط سبب بو جزايا او مبتداش كمعنى الشرط بقينت وكو سبب وايا بو خبرك يخوي حالي بيتونا كوابو لو زهته وتن شباهت بشرت وجزاء پیدا دکن درست فی بو سر خبرك داخل بيت بلام للاكي دي كو درست كفي درست فی جنهينين بو شخو شرط وجزاء كي واقعينينا حالي بيتونا خو اداتي شرط لأول جملة كدا نهاتوا هز لو زهته ودرست فی جنهيني حالي بيتونا بو يدلت هم درست فی داخل بيت لخبري او مبتدايا دا وهم درست كفي داخل جنبي حالي بيوتونا بوشي ولا نظرا الى مجرد تضمن المبتدأ معنى الشرط او نظرا علة بو هردو كانها علة بو يصحو وانا يصحو علة هم بو دخول هم بو عدم دخول وانا بويا هم درست في داخل بيت هم درست كفي داخل نبي وانا ولا بنظر بولاي مجرد اويك مبتدأك معنى الشرط دزي من قرتوا حالي بيتونا يعني وقتك اما فقد نظر بكين بو مجرد اوا
يعني مجرد أود نظر من دابت كمبتداك مبتداك يواي معنى الشر دقينت وانيا بلام خو فعل وانا كبلام خو أداتي الشرتي لواقع داد قلناها توا وانيا كوابو دو جهتها لو جهتها وكان معنى الشرت دقينت وانيا لو جهتها ودتواني في بوصر خبركي داخل كي وانيا لجهتك دي كوتون لواقع دا أداتي الشرتي دقلنيا وانيا بس شرط جزائك واقعينيا حالي بيوتونا كوابو لو جهتش ودتواني في بونهيني حالي بيوتونا يعني تاو فقد مجرد أود نظر الدابت كمبتداك معنى الشرط دقيني وانيا ايدي اتو قصد نكردوكا سامع راهنمائي بكي بولاي اويكا وانكا سامع راهنمائي بكي بولاي اويكا مبتدايكا سببيتي بو خبرك هبوا حالي بويتونا اگر قصدي اود نبيت حالي بويتونا يعني فقد أود نظر دقري كمبتدايك مبتدايك يوايا كمعنى الشر دقيني وانيا إذا كارد بوينة بيت كأتو دات هوي سامع راهنما يبكي وانيا يانات هوي وانيا دات هوي سامع راهنما يبكي وانكا بولاي أويكا وانكا مبتدايكا سببا لخبرك دا يانات هوي سامع راهنما يبكي توجه بوناكي حالي بيسونا شنو قالتو وانك قصتي وتهبد سامع راهن ما يبكي بولاي اويكا مبتدايكا كخبركي بدو اداهاتو مبتدايكا سبب دبي بويك خبرك بدو ايدابد اقا قصتي وتهبد سامع راهن ما يبكي بولاي وي اوقتي حتما دبي في بيني دا لفظ دا حالي بيسونا حتما واجب اوقتي في بيني حالي بيسونا اگر اجأتو قصتي واتنبت حالي بيسونا قصتي واتنبت بلكو وانك مبتداك مبتداك معنى الشر دقينت وانا بلام اتو قصتي تو او نبت خبرك بسبب مبتداك بيدابوا او اختي واجب في نهيني بصي حالتي دي حالي بيسونا او حالتك من خينت لحالك اذا كاتو هيج قصتك نبيت او اختي هناني في واني هم هناني في درستا هم داخل بوني في درستا هم عدمي دخولي في هر دو كان درستا لو اختي اذا كا توجه بقصتي متكلمي لكن حالي بيوتونا بلام واما اذا قصدت الدلاله على ذلك المعنى في اللفظ فيجب دخول الفاء فيه وانيا بلان زمانك كا دلفز دا قصد كرابو زمانك كا قصد كرابت كا سامعش دلالت بك سامعش راهنمائي بكري لسر او معنايا وانيا يعني زمانك كا متكلم قصد كات كا بسامعك خوي بلت بلا هروكو مبتدا كم معنى الشرط دا جينت امیش پیم وای که مبتدای که سبب بوی که خبر که پیدا بیه. اگه قصد کردو که دلالت بکری لسر او معنایا حالی بیه سونم. یعنی متکلم قصدی کرده بو که بسامعی بلد او مبتدای که خبر که بدو ایدهات و مبتدای که سبب بوا. حالی بیه سونم. و کم مثلا لو مثالی دا الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ الَّذِي يَأْتِينِي فله درهم ونيا قصتي متكلمش او بيت كبسامع بلا او كسيكا بسامع بلد او كسيكا بيت بولاي من درهمي كي بيددريت يعني لجزاي او دا كديت بولاي من درهمي كي بيددري اجا متكلم قصتي متكلمي او بيت ونيا ك بسامع بلد بلد او كسي كديت بولاي من درهمي كي بيددريت اولا جزاي او دابو كهاتوا بولاي من حالي بيسونا اقا بيهويت سامع راهنمائي بكا بولاي او معنايا حالي بيسونا قصتي متكلم او بيت او اختي واجبة في داخل بيبو سر خبرك حالي بيسونا
شنو وقتي بوسيله في دي سامع او مقصودي متكلم ذلك دك هذا زانت حالي بيت هنا بلام. واما اذا لم يقصد فلم يجب دخوله فيه بل يجب عدمه، يعني عدم دخوله حالي بيت هنا بلام. زمانك كم متكلم قصدي نكرد بيت هاتشان مبتدا كبخوي معنى الشر دقيني حالي بيت هنا بلام متكلم قصدي نكرد بيت زمانك كم متكلم قصدي نكرد بيت كدلالة لسر أو معنى يبكى وانيا يعني متكلم قصدي نكرد بيت كبسامع بلي والله أو خبره كبدو أي مبتداهاتوا مبتدا كسببي ويبوا قصدي وي أو نبت حالي بيسونا هشان مبتدا كا ذاتا صلاحيتي هي السبب بي حالي بيسونا بلا متكلم مقصودي متكلم أوانيا حالي بيسونا مقصودي متكلم أوانيا كمبتدا كسبب بيبو خبر حالي بيسونا أو وقتي واجبني في داخل بيبو سر خبرك بلكو حتى واجب في داخل نبي أصلا في غلطة داخل بيت حالي بيسونا مثلا متكلم دي سهرة ويدالة الذي يأتيني له درهم أو جار فينالت بو شكو مقصودي متكلم أوانية أو كسي بيت بولاي من درهميكي بيدا دريد يعني لجزاي أو داك هاتوا مقصودي وي أوانية بلكو أو كسي كبيت بولاي من درهميكي بيدا دريد وانيا أو درهميا وانكا لجزاي أو دانب وكا هاتوا وانيا بلكو أو درهمي إيخوي بوا وانيا كا وانا كلاي متكلمي دايناو واقر بيت بولاي متكلمي او درهمي ودزدك يوتاو حالي بيسونا لو اول دانا اصلا توجه بقصدي متكلم ناكين قصدي متكلم تيا هلا وان دا وانا كتشاول لدكين او نكتن مجردي او دا نزر دقرين كمبتدايك كمعنى الشر دتواني بقيني هر اونده دتوانه وکو سبب بید بو خبره که دتوانه سبب بید هر اونده ایدی کارن با قصدی کارن با ونیه که متکلم چه قصدی که هیا حالی بیه چونه هر مبتده که لو مبتده نه که معنی شر دگیند ونیه یعنی وانه که صلاحیتی هیا ببیتا سبب بو خبره که حالی بیه چونه جاو ذلك بس حالتي دين واني حالتك انك واني كان اصلا كارد با قصدي متكلمي نبي حالي بيسونا بوك قصدي كردوك سامع راهنمائي بك لسر معنايك كسببيتي مبتدايا بو خبر حالي بيسونا قصدي كردوك قصدي نكردو حالي بيسونا فقط أود نظر بقريك مبتداك معنى الشر دقينت مبتداك بوخوي مبتداك كمعنى الشر دتواني بقيني حالي بيسونا حالتكيش أويك متكلم قصدي كردبت كسامع راهنمائي بك لسر معنىك كسببيتي مبتدايا بو خبر حالي بيسونا حالتي سيوميش اوهيكا متكلم قصدي وينكرد بيت حالي بيسونا قصدي وينكرد بيت كا سامع راهنمائي بكا بولاي اوهيكا مبتداك السبب بو خبر حالي بيسونا قصدي وينكرد بيت كمبتدا كبياني ويبكاد مبتدا السببي خبره حالي بيسونا وذلك المبتدا المتضمن معنى الشرط وذلك المبتدا المتضمن معنى الشرط اما
بخشي متنك بخين وجاري. وذلك وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أو النكرة الموصوفة بهما مثل الذي يأتيني أو في الدار فله درهم وكل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم. حالي بيسونا وانك أو جولة مبتداش كمعنى الشرط بقينة دو جولة يا اسمي موصولة يا نكري موصوفة. حالي بيسونا يا اسمي موصولة كصلي بو هندرابتوا بجملة فعلية يا بجملة ظرفية مؤول بجملة فعلية. حالي بيسونا يا وادبت اسمي موصول دبي يا نكرة دبيت ين اسمك نكرة دبت كصفة بو هندرابت وبفعل يا بزرف. حالي بيسونا مثال كان شيء او ديت ايدي هر او مثالاني كبخوي هناوت او مثال دي كجدد او مبتدايك معنى شرطي دا زمني خوي قرتبيت يا اسمي موصول دبت اما الاسم الموصول بفعل او ظرف يا اسمي موصول دبت كصلي بو هندرابتو بفعل يا بزرف يعني شي أي الذي جعلت صلته جملة فعلية أو ظرفية مؤولة بجملة فعلية ها هنا بالاتفاق. يعني يا اسمي موصول دبت ك صلكي صلي بو هندرابتو بجملة فعلية حليبيتونا يعني صلي بو هندرابتو بجملة ظرفية بلام جملة ظرفية كج ليردا باتفاق جملة ظرفية كتأويل ذكرية بجملة فعلية مؤولة بجملة فعلية. حالي بيوتونا باتفاق. حالي بيوتونا بوتي تشاو وانك مثلا وكو الذي يأتيني فله درهم الذي يأتيني فله درهم. الآن ليرا مبتداك كالذي سيلي بو هندراوتو بيأتيني كجملة فعلية فله درهم خبرك يأتي. حالي بو يتونا كفيش بو سر خبرك داخل بو وانيا اجا مثال بويك مبتداك اسمي موصول بيو بجملة ظرفية سيلي بو هندراوتو وكو الذي في الداري فله درهم. الذي اسمي موصول مبتدايا في الداري جملة ظرفية وانيا متعلقة بحصلة حالي ليرا متعلقة كده بفعل ده نظر بقري وانا باتفاق يعني باتفاقي هم ولاكي بصري وكوفي هم وادل اني دي بوشي بود بمتعلقة حتما فعل بيت او اختي زرفكش مؤول ده بجملة فعلية ده بيت جملة فعلية بويكا ببيت جملة بوي متعلقة بفعل ده نظر ده قرين شنو اقل با مفرد ده نظري بقري باسمي فاعل ده نظري بقري او اختي نابت الجملة ده حالك ده صيلة ده بجملة بيت حالي بو يسونا فاضلير باتفاق فعل مقدر دكري متعلقك بفعل ده نظر ده قيري باشا بوتي او شرطي ده اندراوك مبتداك اقا اسمي موصول بو ده بيت صيلي بو بهندريته وبجملة فعلية ده بس صيلك حتما جملة فعلية بيت يان ظرفيةك كمؤولة بجملة فعلية بو حتما ده بو ناكر صيلك جملة اسمية بيت خو جملة اسمية جملة دي حالي بيسونا أبيش دلي وإنما اشترط أن تكون صيلته فعلا أو ظرفا مؤولا بالفعل ليتأكد مشابهته الشرطة لأن الشرط لا يكون إلا فعلا بويا بشرط داندرا ودبيت أو مبتدايك اسمي موصولا دبيت صيلك حتما فعل به يعني جملة فعلية بيت يان دبيت ظرفيك بيت كمؤول به بجملة فعلية وانيا يا دبيت جملة فعلية بيت صيلك يا أقز ظرفيش بيت هربو جملة فعلية دقرتوا بويا أو بشرط داندرا بويكا مشابهتي او مبتدا دقل فعل الشرطي تقويت ببيت البتا بيش شباهتي بفعل الشرط بيدا كردو لو داك معنى الشرط دقينت وانيا بويكا شباهتي بفعل الشرط تقويت ببيت وانيا دبي مبتداكا اسمي موصول بوصي لكي حتما جملة فعلية بيت
يا مؤول به بجمله فعليه حالي بيسونم وقت شباهتي بفعل الشرط قويتر دبه تقويه دبه بو تقويه دبه اقصي لكي جمله فعليه بيا مؤول به بجمله فعليه والله لان الشرط لا يكون الا فعلا شو معلومه فعل الشرط فقط جمله فعليه دبه دي حالي بيسونم دي باشا الان او اسمي موصولش ديار بخوي معلومه اسمه وانا بس بخوي ناكر جمله فعليه بيت بلام حد يقل باصي لك جمله فعليه بيدي وانيا او اختي هرشن خدي مبتداك كاسمي موصوله فعلنيه بلام حد يقل صي لك جمله فعليه حالي بيتونا او اختي الشباهه كيبا فعل الشرط قوي تردبي جاء وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به لحكم او اسم موصول مذكور دوايا وان لحكم اسم موصول مذكور دايا اسم موصول مذكور ان او اسم موصوليك وانك صلي بده هندرا وبجمله فعليه يعني بالظرفيه كي مؤول بجمله فعليه لحكم ودايا اسمك كان موصوف بيت بو اسم موصولي بيشي يعني خدي مبتداك اسم موصول نبيت وانيا مبتداك اسمك بيت وانيا كاو اسميا بوسيله اسم موصولي بيشي صفتي بو هندريا بيتوا وانيا خدي اسم موصول او جار مبتدانيا بلكو اسمك دي كا مبتدايا بلام او اسميش موصوف بيت باسم موصولي مذكور حالي بيتونا وكوشي بخوي مثال ديني توا وكو إن الموت الذي تفرون منه حالي بيتونا بلام وانا كام مثالك الصادة بخوي من دروسكين أو باشترا وكو مثلا بلاي الرجل الذي في الدار فمكرم حالي بيتونا يعني وانك او رجليك لنيو او خانو دابت حالي بيسونا او احترامي لدقيري حالي بيسونا الان شاو وانك خدي الذي كاسمي موصولك مبتدانيا بلكو الرجل مبتدايا الرجل وانك كمبتدايا الذي في الداري حالي بيسونا اسمي موصولك كالذي دبت الصفات بوي حالي بيسونا الرجل كمبتدا موصوف بالذي الذيش اسمي موصولك ك بوسيلي في الداري سيلي بو هندرا وتوا وانيا فمكرم اويش خبرك حالي بيسونا فيش بو سر خبرك داخل بو او النكره الموصوفه بهما اي باحدهما ين او مبتدايك معنى الشرط دقينت كنت يا اسمي موصول دبيت يا اسمك نكرة دبيت يا نكرة موصوفة دبيت يعني اسمك نكرة صفتي بو هندرا بيتوا بيكك لو دواني بيشي وانيا بفعل يا بزرف بجملة فعلية مبتدايك جاري واشا اسمي موصول نابت نكرة دبيت نكرة كش صفتي بو ده هندريته وبا جمله فعليه يان بزرف حالي بيه سونا بجمله فعليه يا بزرف البته اللي لازمني وانك زرفك حتما تاويل بجمله فعليه بكري حالي بيه سونا ذكري زرفك تاويلي كي بجمله فعليه متعلقه كي بفعل ده نظر بكري او اختي تاويل ده بجمله فعليه دشكري متعلقه كي بمفرد ده نظر بقري باسم فاعل مثلا او اختي ده بيت مفرد حالي بيسونا اشكالي شيني يدين وانك صفه النكره دكري مفرد به سيلا هميشه جمله وانيا بلام الصفات اخشاو اجر مبتدا كان نكره بيت بجملة فعلية صفتي وبينها وديارة جملة فعلية كده بيت الصفات بو نكرة بالظرف الصفتي وبينها مثلا بلي وانك رجل في الداري حالي بيتونا او في الدارية كصفة بو رجلي وانيا دكري جملة بيت
وانا بوجري كمتعلق كيبا فعل ده نزل بجري داش كريم مفرد بيت وانا اوختي وانا كديس انهر دبيت الصفات برجلي حالي بيه سونام شخو صفتي نكره لازم نه جمله بيت صيله لازم جمله بيت حالي بيه سونام اوختي دبيت رجل كائن في الدار حالي بيه سونام وفي حكمها وفي حكمها جا مثالي وانا جديني تويدي وانيا مثال كان كل رجل يأتيني فله درهم يا كل رجل في الدار فله درهم حالي بيه سونا هل خدي ما بكم من نعمة هذا هو مثال بويدي ما كماي موصوفه يا وانا نكريك موصوفه يا حالي بيه سونا ابتا او مايا دشكريب لي بمعنى الذي واسمي موصولة حالي بيه سونا بلا ما وقتي وانا كدبت مثال بو نوعي اول كمبتداك اسمي موصول بيت وانيا الذي بكم من نعمة حالي بيه سونا بلا ما او مايا وانا كبمعناي شيء بيت حالي بيت سونا أو وقتي اسمي موصولني أو وقتي دبت النكرة وأنك صفتي بوهند راوتوا حالي بيت سونا بوصلي ما بعدي خوي البتة وأنك أو ما تدقل ماي اسمي شرط وأنك لتجنت شيء دقل ماي اسمي شرط حالي بيت سونا أو جداية لوي حالي بيت سونا أو ماي اسمي شرط نيا شنكو ماي اسمي شرط معلومة أو ماي كاسمي شرطا إدي أو تكليفي معلومة أو أصلاً وأنا كفعل الشرط جزاء الشرط بدو عدادات حتى حالي بيت هنا أو نية كلازم بفعل الشرط جزاء الشرط بدو عدادات حالي بيت هنا أو جار وفي حكمها الاسم مضاف إليها وأنا لحكم أو نكرة موصوفة يدايا لحكم أو نكرة موصوفة يدايا وأنا اسمك كمضاف ببولاي أو جورة نكرة موصوفة اسمك كمضاف ببولاي نكرة موصوفة وأنا تائر ما دام كنت خدي مبتدا كنكرة موصوفة بيت بلام أو جار مبتداك اسمك بيت أو اسميا إذا فكر أبي بولاي نكري موصوفة حالي بيسونا وكوشي جا مثالي هم ينبيك ودين توا مثالي أواني بيشي وكوشي مثل الذي يأتيني فله درهم خبرك يدو عديدي الذي يأتيني أو مثال بوشي هذا مثال للاسم الموصول بفعل أو مثال بويك مبتداك اسمي موصول بيت اسمي موصول كش بجملة كي فعلية صلي بوهند رابطه كمان يأتيني أو الذي في الدار فله درهم أوش مثال بوشي هذا مثال للاسم الموصول بظرف أوش الذي في الدار الذي اسمي موصول ومبتدايا في الدار صلكيتي واني أوش مثال بويك مبتدايك اسمي موصول بيت وصلشي بوهند رابطه بوصلي ظرف كمان في الدارية أبتا كنت ليرا بويك الصيلك ببيت جملة في الداري متعلقة كيب فعل دانا زادقني وكو حصل الذي في الداري يعني الذي حصل في الداري حالي بيتونا فله درهم وأما مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذكور فقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم مثالي اسمك كا متصف بيت باسم موصول مذكور وانيا مبتداك بخوي اسم موصول نبي بلكو مبتداك اسمك بيت كاو اسميا متصف بيت باسم موصول بيشي كباس منكر حالي بيه سونا يعني مبتداك اسمك بيت او اسميا متصف بيت باسمك موصول اسم موصولكش سليب هندرابيتا وبا جملة فعلية يا با جملة ظرفية
مثالكي وكو قولي خداوندي متعالك دفرمت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أي پیغمبر پیان بلي ك بتأكيد أو مردنيك أوان هل دين لبري حتما أو مردنيه پیان دقات الآن لرى ألبتا مثالك مسامحيتي دايا بوتي چونكو لرى الآن الموت وانك اسمك يا كمتصف وبا اسم موصولك الذي تفرون منه يا حالي بيسونا الذي تفرون منه بلامخو الموت مبتدانيا حالي بيسونا الموت مبتدانيا خو الموت اسمي إن يا وانا بلام اسمي إن لأصل دا مبتدا هو هذا هو برق مسامحي تدايا بويا أو مثاليك والله هنا ما ناو جانت ريدي بلاي الرجل الذي في الدار فمكرم حالي بويا سونا بلان بارحال ايدي اما هبا مسامحة ومثالك تشاو لدكين وانك اوه هاتو تزيدي كا اويك مبتدايا البتا بنا بأسل اسمي الموتيا كاوه متصف وبا اسمي موصولك كاللزية كاسمي موصولك كاللزية بوسيلي تفرون منه كجملة فعلية صلي بهند راوتو حالي بيسونا أو جار ومثل كل رجل يأتيني فله درهم ونيا كل رجل يأتيني يا كل رجل في الدار فله درهم حالي بيسونا كل رجل يأتيني مثال بوشي هذا مثال للاسم الموصوف بفعل حالي بيه سونا او مثال بويك وانك اسمك كهمان رجولة متصف بفعلك الصفة بوهندراوة وبا جمليك فعليك يأتينية وانا جا خودي او اسمك كرجولة لواقع دابو خوي مبتدانية حالي بيوتنا دواقع دا كل مبتدايا بلام كل دقل رجولي مضاف ومضاف إليهنا مضاف ومضاف إليه لحكمي يكلي ميدايا وانيا كوابو الآن كليرا وانك بجملة فعلية صفات بو رجولي هندرا وتوا هرد حكمي ويدايا كصفات بو مبتدايا كهندرا بتوا كلفزي كله حالي بيوتنا أو كل رجل في الداري فله درهم أوج مثال بوشي هذا مثال للاسم الموصوف بظرف حالي بيسونا أوج مثال بويك اسمك صفتي أو اسميك مبتدايا ونيا صفتي بو هندرابة وبا ظرف حالي بيسونا كابرا دلباشا كوا أو اسميك مبتدايا صفتي بو هندرابة وبا ظرف جاخو أويك مبتدايا كلا وانا كل رجلين كل مبتدايا ده حالك ده أويك صفتي بوهندرا وتوبوسيلي في الداري رجلا كرجلش مبتدانية وانا رجل مضاف إليه بو كل كل مبتدايا حالي بيسونا أما دالين بابا چونكو وانا كراستا في الداري وانا كصفت بو رجلي كرجل مضاف إليه مبتدايا حالي بويا سونا دواقع دا بوسيلي الزرفك كفي الدارية صفات بو رجولي هندرا وتوا بلام رجولي مضاف إليه بو كلي وانيا مضاف إليه جدا حكمي يكلي ميدايا كوابوك وأويك بوسيلي الزرفك صفات بو كلي هندرا بيتوا بو مبتدايك بس مثالك بنا بو جوري دروز دبيت إيدي وأما مثال الاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة بأحدهما فقولك كل غلام رجل يأتيني أو في الدار فله درهم هل بيسونا أو جار وانك مثالي وانك مثالي أويك مبتدا اسمك بيت وانيا
كبوخوي وانا كبوخوي صفتي بنهن درابته بفعل يا بزرف هل بيسونا بلكو مضاف بيت بولاي مثال يويك مبتداك اسمك بيت كو اسميا مضاف بيت بولاي نكيريكي هل بيسونا كأو نكيري صفتي بنهن درابته بفعل يا بزرف بلان خدي مبتداك وانا كصفتي بفعل يا بزرف بو نهن درابته مثالك وكوشي وكو قولتوك بلي كل غلام رجل يأتيني فله درهم يا كل غلام رجل في الدار فله درهم حالي بيه سونا الآن ليرا كل مبتدايا وانيا بلي غلام إذا فكراوا حالي بيه سونا غلامش بلي مضاف بلي رجلي وانيا جا رجل حالي بيه سونا رجل كمضاف إليه مبتداش نيا ونيا رجل مضاف إليه اسمك يا كاو اسمي مضاف إليه مبتدا يا حالي بيسونا وإلا بوخوي مضاف إليه مبتدا نيا رجل غلام مضاف إليه يا بو كلي رجلنا حالي بيسونا دي باشا أو اسمي وانكا أو اسمي كمبتدا مضاف بولايوي وانيا أو اسمي كمبتدا مضاف بولايوي أو بوسيلي فعل يا بزرف صفتي بوهندراوة كابلد الله كوا أو اسمي كمبتدا مضاف بولايوي مبتدا كلفزي كله أو اسمي ككلج مضاف بولايوي غلامة خو غلام صفتي بوهندراوة توب فعل يا بزرف وانيا بلكو رجلك صفتي بوهندراوتو اما ظلم بابا راستا رجلك لا اسدا صفتي بوهندراوتو بفعل يا بزرف بوصلي ياتيني في الداري بلام او رجليا غلام مضاف بولايوي وانيا غلام كمضاف اليه مبتدايا وانيا او رجليا غلام مضاف بولايوي مضاف يعني وانك او رجليا كصفتي بوهندراوتو ب يأتيني في الدار وانيا او رجل دقال غلامي مضاف مضاف اليهم مضاف مضاف اليه ده حكم يكلمه دايا فز وقتك كرجل صفتي بوهندراوتا وبفعل يا بزرفك وكو اويك غلام صفتي بوهندراوتا وبفعل يا بزرفك دوش غلامش مضاف اليه مبتدا فز درست بلين ليرا مضاف اليه مبتدا صفتي بوهندراوتا وبفعل يا بزرفي حالي بيسونا أوش تواب ألي الرب أسبيني زور بخير إن شاء الله.